تحياتي والسلام عليكم، أهلا وسهلا بكم الجميع إلى قناة تعلم هندي بالعربي. هلا بنتابع سلسلة التشكيل للحروف وكيفية النطق باللغة الهندية. فبعد ما شفنا الأحرف السابقة بالفيديوهات السابقة، شفنا حرف الباء والباء والباء. هلا بننتقل لحرف الماء. ننتقل لحرف الماء من الحروف الخفيفة على اللسان. فعندك ما نكتبها بهذه الطريقة زي ما شايفين هنا، الحرف الأصلي بكتبوها بطريقة سهلة، كاتبينها هنا بالجدول الأحرف. ما نكتبها على الشكل التالي زي حرف الماء بالعربي بعد شوي، المقلوبة. إذا هذا حرف الماء زي ما هو يعتبر ما تشكيل، بس إذا حطينا ألف على اليمين بتصير ما. ما هو آ؟ شو بتصير؟ ما. إذا ما وألف على اليمين ما. طيب إذا حطينا ألف على الشمال مع شكل زي البطة، خط من فوق زي حرف الط، بتصير شو؟ م، زي كأنها كسرة. فإذا في فرق بين إذا كانت الخط على الشمال أو على اليمين، بيكون عليها شو الشكل لفوق الحرف. فإذا بوصولي من الخط العمودي للخط العمودي، هاي بصير كسرة ومن ناحية الشمال. إذا كانت من ناحية اليمين نفس الشيء زي هاي، بس من ناحية اليمين بطلت مي، صارت مي ممدودة. شو صارت؟ مي. فإذا صارت عندنا هون حدثة ما ما مي مي. طيب هلا في عندنا مو. شو عندنا؟ مو. طيب هاي مو، هاي الحرف الأصلي لحاله ما، هاي الحرف الأصلي لحاله ما، بس بنحط له ضمة. شو هالضمة؟ زي الضمة بالحروف العربية. فتحط لها هنا تحت الحرف مو. عادة ما بسكروها للفة، بتكون هيك زي دويرة مفتوحة شوي. شو؟ فهاي تعتبر مو، هذا الحرف صار مو. بس إذا حطيت لها المد بدل ما تكون باتجاه الشمال، المد باتجاه اليمين، صارت بطلت مو، صارت مو ممدودة. شو؟ صارت مو. ماشي الحال؟ طيب هلا نكمل التشكيل، تشكيل إضافي زي ما شفنا. صح في عنا مي هنا، قلنا عنها هاي لما الألف على جهة الشمال بهذا الشكل بصير مي. بس في عنا كمان مش بس مي، في تشكيل مي. في شو؟ في مي وفي مي. كويس؟ مش هاي هنا كانت كسرة، بس هون بدل الكسرة هون بحطوا هاي الكسرة تاعت شو، زي الريشة من فوق الخط العمودي، يعني ما بتوصل لتحت، لا هاي بس هيك زي الريشة طايرة، زي اللي بحطوها على القبعة أو الطاقية. فهاي صارت مي. شو؟ طيب وهاي كمان قريب عليها على المي، بس بحطوا لها زي ريشتين، ماي مي ماي، يعني شوية اختلاف. طيب في عندك كمان هون، كيف شفنا هون مو ممدودة، يعني في زيها بس بدل مو بصير مو. شو بصير؟ مو. وفي فرق بالهندي، في فرق بين مو ومو، كيف هو وهو. لما تحكي عن حالك بتقول هو، بس توم هو، بتقول توم هو عن اللي بتحكي معه انت الشخص، يو لازم تحط معه هو. شو؟ فانا عم تحكي عن حالك، شو مي لازم تقول هو. فاذا في فرق، اذا واحد بقعد يخربط بين هاي وهاي بيعرفوا انه عم بتعلم بعد جديد. فاذا عندك هاي زي ما حكينا، هاي صارت شو؟ مو. شو صارت؟ مو. وهاي شبيهة فيها ماو، بزيدوا لها كمان خطين. كويس؟
وهون في كمان زيادة هاي كمان بالتشكيل، يعني مرات بحطوها مع مرات بحطوهاش مع التشكيل، بس بالكلمات بتشوفها بيكون فوق الحرف نقطة اللي عبارة عن كأنها في نه ساكنة أو ما ساكنة، فما وإن، فهاي من أو مم بيستعملوها للجهتين، فكلها تصارت مع بعض هون ما ما مي مي مو مو مي مي مو مو من. وشكرا على المتابعة، ورجاء لايك وسبسكرايب، ونراكم في الفيديو المقبل. سلام.